ما احب العب، وفي ابيس كنت عاونوني يدخلوا معايا معنويا وماديا. ما تكون الصحة وبارك الله فيكم والسلام عليكم. ها ما فيش هيك خير ما في عليش ليه، بارك الله فيكم كذا مفروض هي عندك مساج وصلوا احكي يا هاو اللي قلتولك اللي قلتولك مرزوق تنزلوا لازمك تنزلوا شكاره حمص قولوا حمص مازال قولوا الصابة مازال ما طابتش نمشي نكلم الشيف ونقولوا نسأل ونقولوا زار حمص ولا لا ونزل قاعد فيه في مكان لازم مساج المرزوق يا لازم مساج لازم مع شكاره حمص تنزلوا شكاره حمص حمص مدمج تنزلوا حمص منبخ منبخ لفظها تعمل بيه كم يا حمص شوية ريسة أقول وأنا قدر على شوية زيتون يحكي قاعد نصور رسم أقرب كارو بعيد علي إيش سنين ليه واضح كل واضح إيه قول له أنا ما عنديش قدر شوية زيتون نكحك يا كارو وملح ولا لا دي ماء وملح وخير أنا نقول له أنت تحكي مع المرزوق اللي تو أنا ما أشكوه ايه شنو تحب تقول خاطر الموضوع هذايا باش تحكي فيه انت باش نهبطوا على اليوتيوب باش المرزوق يبدا قاعد حاط شكارك صحفه حمص يتمر يعني تعشر بما عامل جلسه يا مريا اوكي يمكن يبدا شيخ هو يظل يولي يركز في الموضوع بالبدايه مش كيما صاحي والاكثر هيك يبدا يعمل في الخطاب يغزر السقف يبدا يعمل لك ما مش فهمني يا رب يبدا قالك روح هاي روح للقصر وكل شيء ربي يهديني ويهديه هو الشعب التونسي كله يحب الشيخ راهو بالحق سبحان الله ربي معاه ومعايا ومش محمد بيك يمشي للقصر ويكون مركز اموره فهمتي وراح يجي يزوله فهمتي عنده حماس وكي يبلع وقد تد يمشي يسر بعدين هو عنده عمار شنو ما تطلعش تحكي عليا انا وليد المرزوقي تو شنو هو خيم في الدين حماس انا حماس هذا صاحبه هذا ديما يمشي بحذاه ويمشي له بعد ما العين يغمق بالضبط هذا بالبربر فهمت عنده الحق خرجت ينزل 10 لا لا ذاك خرجت البربر يفوز البربر قديش يا ارخص من البير تاع أرخص من البيرة نورمال سمعت بيها لا دخلت في البيرة يز يا عم الحمرة نورمال هذيك قد ايه كم؟ سنة واحدة هلا ما نشربش أنا راح عاوز وريه اسمه خالد سهل سهل السلام عليكم شعب تونس السلام عليكم محمد محمد السيد سيد ولي برشا مسجلة ما هو كان ايش فيه وش يخوف هو مش تسجل يخوف بشيء ليه من عمارة واحد ويجي قدام خمم في العرس وين حب نعرف سنة كبرنا شبنا واحنا صغار ها وين هادي زوز عملت انت هادي فوتو اللي عملت برهام هادي يظل فيديو اللي صار فوتو مش هادي فيديو صار Thank you.